السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم الفيديو يختلف. اليوم الفيديو عبارة عن حركة، نضال، مقاومة للقوانين الكندية عن الحرية والديمقراطية. إذا سمعتوا بالأخبار أو إذا قرأتوا، كندا غيرت القانون لحركة سواق الشاحنات بين حدود كندا وأمريكا. الناس كلها تتكلم عن الديمقراطية اليوم. اليوم النضال حول تغيير قوانين كوفيد، حول تغيير القوانين خصيصا لسواق الشاحنات. سواق الشاحنات كان عندهم حرية تامة بدون لقاح وبدون اختبارات يعبون حدود بين كندا وامريكا، بس قبل كم يوم تغير القانون وهسه كلهم بدون استثناء، كل سواق الشاحنات واي شخص اخر يتنقل بين كندا وامريكا لازم يكون ملقح او لازم يسوي اختبار مال كوفيد كل ما يريد يدخل الى كندا. فسواق الشاحنات اجتمعوا وانطلقوا من مدينة فانكوفر اللي هي اقصى غرب كندا، ويجوي أسبوع تقريبا طريق، وصلوا إلى العاصمة الكندية أوتاوا. فبالعاصمة كلهم مجتمعين هسه مقابل البرلمان الكندي ويريدون يغيرون القانون، والناس مثل ما تشوفون كلها تمشي تتشارك بالمظاهرات وبالنضال السلمي. النضال السلمي. المهم، طبعا هذا اول فيديو لي، اكو ناس دائما داري فشوية صعبة من الناس باع عليه. فالناس كلها تمشي اليوم مثل ما تشوفون، ناس مشاركة ويا اطفالها، ناس مشاركة وحدها، ناس كبار، ناس تعبانة من القوانين والتشديدات اللي يوميا تتغير ويوميا يزيدوها. يعني بصراحة هو اللقاح شي زين، بس وفرض اللقاح على الجميع، يعني أنا عندي تحفظ عنه. فخليكم وياي، احنا نصل بعد شوية إلى العاصمة أوتاوا. احنا هستانة بنعبر من جاتنو اللي هي جهة كيبك الكندية، مقاطعة اللي تتكلم فرنسي، بننطلق إلى أوتاوا اللي هي العاصمة واللي هي بمقاطعة أونتاريو اللي هي من أكبر المقاطعات وأهم المقاطعات في كندا. هذه اللي تشبه السفينة هي السفارة الأمريكية في كندا، من أكبر، أعتقد هي أكبر سفارة في كندا هي السفارة الأمريكية. هاي كنيسة معروفة جدا، هذا متحف الفن. We'll be right back.
do not fear thy neighbor. I love you all. Freedom! Freedom of the sea! Everybody, let's go. شنو رايكم بهذه المظاهرات اللي شفناها سوا؟ مظاهرات سلمية، شرطة سلمية والمظاهرين سلميين والكل فرحانة، عندها فد امل بالتغيير ويتوقعون انه رئيس الوزراء راح يسمعهم. طبعا مثل ما شفنا كان اكو بعض المنشورات اللي شايليها غير لائقة ونوع من الإهانة. طبعا ما يعجبني هذا الشيء، لازم نبقي الاحترام كل أنواع المناقشات. المهم هسه تشوفون هذا النهر، هذا النهر طبعا هو هسه كله جامد، بس هو هذا النهر اللي يفصل بين مدينة أوتاوا ومدينة كاتينو اللي هي مقاطعة كيبك. جهة تحكي فرنسي، جهة ثانية تحكي معظما إنجليزي. هو اكو أربع جسور بين المدينتين، اليوم فقط جسرين مفتوحات للسيارات وجسر فقط للموظفين في القطاع الصحي
وجسر آخر للجميع، فصار جدا جدا الزحام، فشوفون أكثر الناس خلي سياراتها وتمشي بهذا الاتجاه. طبعا مثل ما تشوفون هذا البرلمان برايا صاير، هو هذا البرلمان اللي هو بيت رئيس الوزراء الكندي، والاجتماعات تصير داخل هذا البرلمان. وأشوفكم المدينة كاتينو اللي هي هاي البنايات اللي تشوفوا رايا، هي بنايات مدينة كاتينو بقاطعة كيبك الفرنسية. طبعا بس أشوفكم شكد مشينا، اكو حشاب زبالة بالقاع، هاي الزبالة هي تاكل هنا، يعني حتى في المظاهرات هم ناس تحترم القانون، تحترم النظافة. مثل ما شفتوا مظاهرات كانت حلوة صراحة، يلعبون اعتصامات أكثر من مظاهرات. جماعة الشاحنات ملتمين حتى يسترجعون شغلهم اللي انسلب بسبب القوانين الجديدة مال كوفيد. هسه يعني مثل العراق ما حد يقدر يطلع من كندا إذا ما ملقح. أنا بالنسبة لي متلقح. شكرا جزيلا جيت وياي وشاركت بالمظاهرات، كتبوا لي شنو رأيكم عن المظاهرات اللي صارت في كندا، وراح تكون مستمرة. إلى اللقاء في فيديو آخر، شكرا.